المحبة ملهاش ديانة. المحبة دي اللي دايما نقول عليها من لا يعرف المحبة لا يعرف الله، لأن الله محبة. أهلا واضح باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. أنا المهندس ناجي لبيب، مصري مسيحي شرقاوي سني 70 سنة، كنت موظف حكومة والحمد لله طلعت على المعاش من تقريبا 10 سنين. ولما جيت أطلع على المعاش حبيت أستثمر وقتي في حاجة مفيدة. ربنا وفقني وقابلت بعض الشخصيات الجميلة بعد ما طلعت على المعاش، وحبينا نعيد الذكريات الجميلة بتاع زمان، فعملنا فريق كوناه لعمل الخير، وبدأناه بأعمال خير بمستوى بسيط كده، وبعدين فكرنا نحن نحيي ليالي رمضان تاني اللي احنا طول عمرنا متربيين عليها، بغض النظر انت مسيحي او مسلم، رمضان ده بتاعنا كلنا. وصلت لهم الفكره، قلت لهم يا جماعه ساعدوني اجهز شنطتي وانا طالع. الشنطه دي لا بتحط فيها فلوس ولا منصب ولا عربيه ولا بيت ولا منصب ولا اي حاجه، تحط فيها عمل الخير للغير لوجه الله وبدون مقابل. ما اجمل فعل الخير في شهر رمضان بعد العباده والصلاه والصوم، ما أجمل فعل الخير في شهر رمضان إن في ناس بتبقى، إحنا عارفين ناس بنروح لهم البيت بيبقى الوجبة دي بالنسبة لهم حاجة حلوة، حاجة مستنيينها، حاجة درجية. بنقول لأبناء الوطن العربي كله تعالوا نبقى يد واحدة، وفرصة في شهر رمضان وإنت فيه صلي واعبد وخد راحتك، بس تعالى نبقى يد واحدة ونتسامح، وتعالى نبقى نموذج طيب للعالم كله يتقال علينا ان الشعوب دي بتعرف ربنا بجد.